ديد ديد ديد. عموما 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 لا يجب عليك أن تضيع الأوقات ولا أن تستغل الأوقات بالمفيد. عليك تركز وتنجز وتخرج من الخطر، لأنك لازلت تحت الخطر. إلى متى وأنت تضيع وقتك؟ إلى متى تحتاج إلى أن تحافظ على نفسك خارج الفاب، خارج العادة السرية؟ وعليك أن تعتني بصحتك، تعتني بمظهرك، تنجز الكثير من قراءة الكتب، من التعلم، من التطبيق، من التأمل. هناك الكثير لكي تتعلمه، وما تتعلمه سينقذك من المهالك، وسينقذك من الإدمان، وسينتشلك من حفرة العادة السرية. استراحك وانجرافك مع المشتتات التي لا تصب بشكل أساسي بترك العادة السرية وبالإنجاز في حياتك، فهو تجارة خاسرة ردية، لأن أنت تأخرت كثيرا، تأخرت كثيرا لبناء الذات. قد سبقك الكثير، لا توجد لك إنجازات كثيرة في حياتك، تأخرت من ناحية الصحة، من ناحية الناحية الاجتماعية، من ناحية الأصدقاء، من ناحية خطيبة لك في الحياة، من ناحية الدين، من ناحية كثير من النواحي. فأنت من ناحية النفسية، فأنت محتاج إلى أن تعمل عملا دؤوبا مركزا. لأن إلى متى، إلى متى وأنت تضيع الأوقات وتتسكع وتروح عن نفسك وتتشقلب براحة؟ إلى متى وتستمتع، أو مثلا تروح عن نفسك مع أصدقائك؟ إلى متى، إلى متى؟ هؤلاء الذين أنت تخرج معهم قد صنعوا شيئا ولو صغيرا في حياتهم، لكونهم لم يقعوا في العادة السرية وإدمان الإباحية، لم يقعوا بإدمانها، وبالتالي فلديهم شيء. أما أنت فأنت تحتاج إلى أن تبني منزلك، ليس حسيا بالضوء لكنه معنوي. يجب أن تبني منزلك، يجب أن تبني لك إنجازات البنات، النساء، الجنس الآخر، الزوجة. قد تأتي وقد تذهب، كثير من العلاقات تنتهي بطلاق، وقد لا تأتي وأنت لست مستعدا. أنت كل ما عليك هو أن تبني من شخصك إنسان ناجح، تكون حضرتك إنسان منجز مركز. الناس، البنت تحب الشخص المركز. فيجب أن تبني من نفسك إنسانا مركزا. اترك هذه الأفكار والتي تقول لك يجب أن تفعل كذا، يجب أن تركض إلى هذا الأمر، يجب أن تنجز هذا الشيء، يجب أن اترك الآن ما بيدك واذهب انجز هذا الأمر. ثم عندما تذهب ذاك الأمر يقول لك اترك، وفي يعني أنت من ورائك أمور معطلة يجب أن تقوم بها، وهكذا وهكذا. توتر نفسك بعدة أمور، تركض هنا وهناك لكي تخمد الحرائق وتضمد الجراحات وتنجز المعاملات
ليس عليك أن تقوم بهذا كله، هذه الأمور ستقوم أنت بها تلقائيا. الإنسان الطبيعي، أي إنسان طبيعي فاشل ناجح، المهم أنه ما يكون مدمن، المهم أن لا يكون مدمنا، سيقوم بإنجازات ما بإنجاز ما عليه من الأمور، من كانت أمور مثلا يعني أمور اعتيادية الناس درجت على إنجازها، الأمور الاعتيادية التي الناس تدرج على إنجازها هذه لا تحتاج لا تخطيط ولا برمجة ولا أي كان، الناس درجت على الناس درجت على عملها. فليس هذا الأمر الذي يجب أن تركز عليه، إذا تركز على أمر خاطئ يعني كأنك تركز على أنك تريد أن تتعشى اليوم أو مثلا تذهب إلى الحمام، يعني هذه الأمور تحصل حاصل، أنت تحتاج إلى أن تركز على ما بيدك وعلى إنجازاتك وبناء ذاتك، هذا ما يجب أن تركز عليه. إن أنت وضعت أمامك كتاب وجاءتك أفكار بأن عليك أن تقوم بفعل أمر آخر أولى منه، فلا تعبأ إلى هذا الشيء. كل الأفكار التي تأتي في ذهنك أن فلان عمل كذا وأنا يجب علينا عمل كذا وأنا في المستقبل سأفعل كذا وسيكون كيف سيكون من المذهل أن أنا حققت كذا، اخرس وقم بالإنجاز الآن. إذا أنت وأنت تحلم وتتأمل وتقلب الأماني، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، ما بالك العمل لما قبل الموت أيضا، قدم لنفسه وقدم لحياته ولأمته ولأسرته وأعطى من الإنجازات. قل لعقلك عندما يهذر ويهرف بما لا يعرف ويقوم بالحكم على الأفكار والأشخاص ويقوم ب التذمرات والأحلام التي لم تعطيك أي شيء في الماضي، الأحلام في الماضي، التوقعاتك في السابق لم تعطيك أي شيء، وبالتالي فيجب عليك أن تقوم ب بالاستمرار بما أثبت أنه غير نافع. ما هو النافع؟ أن تضع فعل الآن. ما هو النافع؟ أن تخرس وتقوم بالعمل الآن. ما هو النافع؟ بأن تصبح صامما في موضوع الإنجاز. في موضوع الإنجاز أقصد أن كل ما عليك فعله، كل ما وضعت في ذهنك أن عليك أن تفعله، قم بفعله الآن. الآن ليس بعد قليل، ليس بعد أن يعني تنتهي من هذه الفكرة التي في ذهنك، ليس مسموحا لك بأن تسرح بفلان وعلان والأمور التي حدثت في الماضي والأشياء التي من الممكن تحدث في المستقبل. اعمل على ما وضعت في ذهنك عمله، قم بالتركيز، هذا هو أهم شيء، لأنك أنت لن تسمح لنفسك بأن تفشل مرة أخرى وتكون من ضمن الفاشلين. ليس عليك أن تسرح وتتفكر طويلا، بقدر ما عليك أن تتعلم كثيرا وتنجز بشكل مكثف، هذا ما عليك فعله. كلما سرحت قل لنفسك اخرس وانجز وقم بالعمل، كما في كتاب بوشينج فورورد اذا ماني غلطان، كتاب كلاسيكي قديم، ان احد قادة الحروب في اوروبا وجد احد الجنود يحلف ويتوعد بأنه سيذيق الأعداء الهزيمة وأنه سيفعل بهم، فقال له قائده اخرس وقم بالقتال. لذلك تجد في المباريات القتالية في الملاكمات وما إلى ذلك، تجد الشخص الثرثار هو الذي يضرب في النهاية ضربا مبرحا. قم بالقتال، انتهى الموضوع، قم بإنجاز العمل، لا تكثر الثرثرة.
الثرثرة الدماغية والثرثرة بأنك أنت أنا سأكمل 90 يوم أنا اخرس يا أخي وقم بالعمل اخرس. يعني هذا الكلام موجه لكم ولي هذا يعني استغل هذه الثواني التي تقول فيها سأعمل وسأقتك العادة السرية اخرس يا أخي قم بتركها الآن الآن قم بشيء يبعدك عنها الآن قم بوضع أفعال الآن قم بترك الهاتف جانبا الآن قم بالوعي بنفسك الآن قم بفعل ما تعرف أنه ينبغي عليك فعله تعرف أنه ينبغي عليك أن تقوم بتمارين العادة السرية قم بفعلها الآن تعرف أن عليك أن تتعلم من بعض الكتب من بعض المواد قم بالتعلم الآن تعلم أن عليك أن تذهب لتلعب رياضة قم بلعب رياضة الآن تعلم بأن عليك أن تلتقي بعض الأشخاص قم بالالتقاء بهم الآن تعلم أن عليك أن مثلا تذهب لتمشي قم بالمشي الآن خلاص إلى متى وأنت تتودد وتفشل وتودد وتفشل وتودد أنك لن تسمح لنفسك بأن تفشل بعد اليوم معنى ذلك بأن معنى ذلك معنى, بأن معنى أنك لن تسمح لنفسك بأن تفشل بعد اليوم أن تكون كالشخص بالضبط الذي هو في وسط الميدان هل الشخص الذي مثلا يقاتل في وسط الميدان هل يقول أنا سأنتصر أنا مثلا سأقوم بالقتال مع الأعداء أنا سأقاتلهم إلى النهاية أم هو مركز في قراءة السيوف وفي تجنب الضربات وفي الكر والفر وما إلى ذلك خلاص يعني أنت الآن وضعك وضع شخص في معركة كان ينبغي أن تكون في الحرب العالمية الأولى كان ينبغي عليك أن تكون في حرب مثلا كنت تكون مع جنود الدولة العثمانية كان ممكن أن تكون مع جنود الدولة العباسية كان ممكن أن تكون في حرب مع مثلا أي كان مع تاشفين كنت تكون مع مثلا أي كان كنت في الجزيرة كنت في خراسان كنت في أي كان في السابق كان ممكن تكون في معركة حقيقية أنت الآن في معركة من نوع آخر يعني لا ينبغي أن يعني يأتي أحد ويقوم بصفعك حتى تنتبه أنت قم بصفع نفسك إن أنت حت عن الطريق يجب أن تكون حاسم مع نفسك لأنك أنت في هذا العصر قد تربيت تربية ناعمة أريد أن أتفقد الهاتف أريد أن أمتع نفسي أريد أن أرتاح قليلا خلاص انتهى الموضوع قم بفعل ما عليك فعل أنت تأخرت كثيرا ولن تسمح لنفسك بأن تفشل مرة أخرى إلى متى؟ إلى متى؟ لن تسمح لنفسك بأن تفشل وبالتالي لن تسمح للأفكار السلبية بأن تتردد في ذهنك وبالتالي ستكون واعيا بنفسك مركزا على عملك متحسسا من هاتفك متجنبا له متعبدا لربك إنسان يعمل إنسان سيفخر فيه الناس ستفخر فيه زوجته سيفخر فيه أصدقائه ستفخر فيهم سيفخر المجتمع فيه ستقوم بكسب الكثير من الحسنات ستقوم بكسب صحة ورفعة ومال وكل ما بخاطرك إن أنت ركزت وأخرست ذهنك الذي يذهب يمنة ويسرى كل المحبة لكم كل تمنياتي لكم ودعواتي لكم بالاستمرار ولا حرمت من دعائكم محبكم محمد القطان أتمنى تكونوا بثبات وأنكم استمتعتم واستفدتم نراكم وأنتم في مضي وقدما إلى الأمام وإن شاء الله يكون وعيكم بأنفسكم صمام أمان وأن تقوموا دائما ودائما وأبدا بملاحظة أنفسكم دائما لاحظ نفسك يا أخي دائما يا أختي دائما لاحظ نفسك لأن في الوقت الذي ترخي من الزمام على النفس فإنها ستسيم وترعى فيما لا يحمد عقباه والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب رضاعي وإن تفطمه ينفطمي فالنفس إن لم تقودها قادتك
كما قال تعالى ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. نهى النفس عن الهوى، افهم يا أخي، افهم افهم مراد الله سبحانه وتعالى بالآيات. شنو الهوى؟ شنو الهوى؟ ليش واحد، لماذا أنت تقول أنا أهوى فلان فلانة، أنا أهوى فلانة، أنا يعني أنا هواي هو الجلوس أمام البحر. الهوى في لغة العرب هو ما تحبه النفس، فأنت تنهي نفسك عن ما تحبها. افهم يا أخي الآية، تنهي نفسك عن ما تحبه. لماذا 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 تريدوني أن أنهي نفسي عن ما أحبها؟ لأن في نهيها عما تحب خير ومصلحة لك، كما يقول أظن ويليام جيمس، أو أظن ويليام جيمس وليس كارل يونغ، نقلا عن ديباك تشوبرا، أن الإنسان أن لم يكن له وازع ولم يكن له معاقبة لشيء فوقه، على حد تعبيره قوة عظمى عليا، يعني يقصد الله سبحانه وتعالى أو الخالق أو الإله، ولم تكن هناك أيضا له يعني لم يكن هناك زمام ومعاقبة من المجتمع عليه، فإنه سيفعل أكثر أمور شيطانية في العالم وفي الحياة. الإنسان يعني يا أخواني أخواتي، الإنسان يعني من السهل أن يغوى. إذا كان آدم عليه السلام اللي خلق الله بيده، أغواه الشيطان، أغواه الشيطان بعد أن حلف له وأقسم بأن له أنه من الناصحين له. فأنت الآن عايش مع مليون شيطان في هذا العصر، من السهل أن يتم إغوائك، كما أغوى أبوك آدم. لكن أبوك آدم تاب، فتاب الله عليه وأحسن ما بقى من حياته. أنت الآن تب يا أخي، وأحسن ما بقى من حياتك يتوب الله عليك، واعلم بأن الوضع خطر. أنت في معركة، أنت في معركة، كما قال الله تعالى عندما أنزل آدم وأنزل أنزل إبليس، ماذا قال تعالى؟ بداية هذه، ما تقولها طلقة البداية، تعرفها صفارة البداية في السباق. أول ما أنزل الله سبحانه وتعالى آدم وإبليس، أول بيان من الله سبحانه وتعالى بعد ما أنزل، بعد ما نزل، يعني كما يفهم من الآية، أو كما فهمته أنا من الآية، لأن في الآية أول ما أنزل الله آدم وإبليس قال لهما اهبطا منها بعضكم لبعض عدو. يعني تتخيل أنت الله سبحانه وتعالى يضعك في مكان، أنت وشخص آخر، ويقول لك أنت وهذا الشخص أعداء، فأنت يجب أن تحتاط وتحذر. المهم مو هذا، ليس هذا مهم، ليس هذا موضوعنا. موضوعنا هو أنك أنت يا أخي في غابة رتعت بها الأسود وما للحمل من أحد، كما قال الشاعر الكويتي رحمه الله خالد سعود الزيد، عندما جاءه ولد، أول عندما جاء ولد قال بني يا قطعة مني ويا كبدي، إني جنيت عليك اليوم يا ولدي، ها أنت تصرخ في يوم أتيت به، هل كنت تعلم ما يخفى بصدر غدي؟ أنت في غابة رتعت بها الأسود أو بها الذئاب وما للحمل من أحد. وكما قال الشاعر العربي إن لم تكن ماذا ذئبا أو قطة شديد الأذى بالت عليك الثعالب، أو شيء كما قال الشاعر. فأنت يا أخي منذ اليوم فصاعدا تعامل بحسم، بأنك أنت يجب أن تنجح، بأنك لن تسمح للهراء من اليوم فصاعدا، لن تسمح لنفسك الدنية والنفس الأمارة بالسوء أن تقودك، لن تسمح للأفكار الهوجاء الخالية من المنفعة بأن تتردد في ذهنك. أتمنى أنكم استفدتم، ونلقاكم
في الفيديو القادم، وعدتم بخير وثبات وقدما إلى الأمام وصلابة وشدة إلى أن نضع أول خطوة في الجنة، كما قال الإمام أحمد عندما سأله ولد ابنه أظن عبد الله: يا أبتي متى الراحة؟ فقال له الإمام أحمد ابن حنبل: في أول قدم نضعها في الجنة. أتمنى أنكم على خير وفي أمان الله.